وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اقترح أحد شباب المشاركين في الحوار من رواد الأعمال بإنشاء بنك يهدف إلى مساندة شركات ريادة الأعمال. وشدد نجم على أن شركات ريادة الأعمال تدعم الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل. أنا كنت بقترح فكرة إن احنا نقدر نعمل زي بنك، البنك ده هدفه إن هو يعني يكون زي منطقة حرة للشركات الناشئة ويستثمر فيها، ويبقى الببليك يعني والبرايفت فاندز اللي هي الاستثمارات العامة والخاصة تكون عن طريق البنك ده، ويبقى فيه زي قوانين بسيطة زي يعني زي سجل تجاري للشركات الناشئة، بيتفاهم مع طبيعتها الابتكارية، وان احنا نقدر مثلا نفتحها او نقفلها مثلا بسهولة، ان الناس لو الشركة مثلا اعلنت افلاسها ما يبقاش في ضغوطات جامدة على المستثمرين او رواد الاعمال او هكذا. للأسف الحاجات اللي موجودة كريادة اعمال دلوقتي لدعم ريادة الاعمال هي بتتعمل بشكل اكاديمي اكتر منه حاجة عملية. بندي رواد الاعمال زي حاجات كورسات اونلاين وشهادات، وبيخشوا حاضنات اعمال ومسرعات اعمال بتتعامل معاهم بشكل اكاديمي، لكن رواد الاعمال بيحتاجوا حاجه عمليه اكتر، فعشان كده احنا محتاجين نخلق لهم البيئه دي.